اترك كل التفاصيل, خلينا نتحدث عن النفايات. أينا. في النمسا على سبيل المثال وليس الحصر, في النمسا هناك محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعتمد على حرق النفايات, تنتج كهرباء إضافة إلى الكهرباء تنتج بحدود 6,000 طن من المعادن الحديد. في اليابان أيضا هناك محطة تستهلك 330,000 طن من النفايات وتولد كهرباء وتنتج منها أيضا معادن أخرى. راح تقول لي نمسا ويابان, في أثيوبيا هناك محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعتمد على النفايات. اليوم الإمارات أيضا تتجه بهذا الاتجاه وتحاول إنشاء محطة تعتمد على النفايات في إنتاج الكهرباء. منو عندك؟ تركيا عندها أيضا مثل هكذا محط. العالم كله, معظم الدول العالم بدأت تعيد ريسايكلينج للنفايات, تعيد تدوير النفايات والاستفادة منها. صحيح. هذه ألا تعتبر واحدة من الحلول تطرحوها أنتم كوزارة بيئة لوزارة الكهرباء مثلا؟ يعني احنا حقيقة طارحين هاي الحلول, واحدة من اهم الحلول اللي نطرحها. طبعا موضوع توليد الطاقة احنا ماكدين على جميع الوزارات انه تستخدم الطاقة النظيفة, تأكيد على استخدام خلايا الطاقة الشمسية مثلا, وخاصة احنا جو يعني في بلد مثل العراق يعني اغلب اكثر من 12 ساعة تكون عندنا شمس مشرقة. عندنا ايضا موضوع استخدام طاقة الرياح, موضوع ادارة النفايات. صحيح عندنا في مشكلة به, احنا لحد الان في بغداد ما عندنا موقع طمر نظامي, ما عندنا فرز. تعرف انت موضوع حتى تنجح هيك عمليه يجب انه تبدا عمليه فرز النفايات من المنزل. احنا هاي عمليه الفرز حقيقه ما موجوده لحد الان, طبقت لفتره في بعض احياء مدينه بغداد واعتقد في المنصور وتركت. هذا واجب امانه بغداد. ما يخص عملنا احنا كجهه رقابيه الراقب العمل اللي تقوم بإدارة أمانة بغداد, وعندهم هم دائرة المخلفات والبيئة تهتم بهذا الجانب. يعني هسه هم حقيقة بدأ عندهم هاي مراحل الفرز والبحث عن المعامل, وبدأوا يستخدمون عروض لغرض إنجاز هيك أفكار وتحقيق.